شكراً على كل دعم مادي وسياسي وإعلامي وشعبي قدمتوه لنا، هو لن يضيع عند الله ولن يضيع عند أهل فلسطين. وفشلت إسرائيل في وقف الصواريخ، بل ظلت الصواريخ تنطلق إلى أرض العدو حتى بعد وقف إطلاق النار. شكراً لدعمكم الشعبي والرسمي، وقد التقينا بالمسؤولين وسماحة القائد في إيران وتفاهمنا كيف نتعاون في معركة الإعمار وكسر الحصار وفتح المعابر.